لدى استقبال سموه لعدد من كبار المشاركين في المنتدى الخليجي التركي، دعا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المقر إلى تأسيس شراكة خليجية تركية تستهدف كافة الجوانب الاقتصادية وتتيح الاستفادة القصوى من المناخ الاستثماري النشط لدى الجانبين وما يربط بينهما من علاقات وثيقة وراسخة. وأكد سموه أن دول المجلس تمتلك تجربة تنموية ناجحة، وكذلك تركيا حققت نجاحا باهرا في هذا الجانب، وذلك يفتح المجال واسعا أمام الاستفادة من هاتين التجربتين لخلق نموذج تنموي واقتصادي ناجح يساعد الجانبين الخليجي والتركي على تجاوز كافة التحديات التي كرسها الاقتصاد العالمي ولحالة عدم الاستقرار والتوترات التي تشهدها بعض دول العالم. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن البحرين تدعم كل جهد خير يرسخ مزيدا من التعاون الاقتصادي والتجاري على المستوى الإقليمي والعالمي، ليقينها بأن هذا التعاون هو مفتاح النجاح لأي توجه يراد منه تطور الدول ورفاه الشعوب. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من المشاركين في المنتدى الخليجي التركي الثاني الذي تستضيفه مملكة البحرين تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء. وحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال اللقاء على أن يكون الطموح نحو الشراكات الاقتصادية الإقليمية والدولية لا حدود له، وليتوجه الجميع نحو التنمية والتطور وليواجهوا التحديات بمزيد من النمو والتطور الذي يخدم الواقعين السياسي والتنموي. وقال سموه إن الانشغال بالسياسة عن الاقتصاد لن يخلق أبدا حضارة قوية ولا تنمية، فليكن الاهتمام بالجوانب الاقتصادية على سلم الأولويات، فلا سياسة ناجحة دون اقتصاد قوي يدعمها. مضيفا سموه إن الأمثلة أمامنا كثيرة على الدول التي انشغلت وأشغلت شعوبها بالسياسة والصراعات وكيف وصل الحال بها اليوم، فبعد أن كانت بيئة جاذبة للسياحة العالمية صارت بيئة طاردة حتى لأبنائها. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية المنتدى الخليجي التركي وما يشكله من منصة لإقامة المشاريع المشتركة بين الجانبين بما يدعم مسار العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون مع جمهورية تركيا الشقيقة. وشدد سموه على الضرورة أن يكون التعاون هو العنوان الأبرز في هذه المرحلة، ويكون للقطاع الخاص الخليجي والتركي روح المبادرة في إقامة الشراكات الاستثمارية والاقتصادية بما يعبر بصورة واضحة عن طبيعة ومتانة العلاقات الخليجية التركية. واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور جملة من القضايا الاقتصادية والتجارية وآفاق التعاون الخليجي التركي في هذا الجانب، كما تم بحث الموضوعات المطروحة أمام المنتدى الخليجي التركي وأهميتها على صعيد بلورة التعاون بين الجانبين بما يخدم ويحقق مصالحهما المشتركة. وقد أعرب المشاركون في المنتدى الخليجي التركي الثاني عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما هيأته الحكومة من أسباب لنجاح أعمال هذا المنتدى، والذي يعكس جانبا من جوانب دعم مملكة البحرين لكل توجه نحو تأسيس المزيد من التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي.